استغفر الله وتبرك لا حول ولا قوة الله. استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر لأمي وارحمها هذا القلب اللهم ارطم قلبها من الحياة اللهم ارطم قلبها يا رب اللهم تجاوز عنها يا الله اللهم تجاوز عنها اللهم تجاوز عنها يا الله يا رب أمي وأمهات المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم احسن خاتمتنا 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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا الله يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا اللهم استرنا يا رب اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض يا الله اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض يا الله اللهم استرنا يا رب العالمين اغفر لنا وارحمنا واستر امرنا وحل مصيرنا انا والله اللهم اغفر لي يا رب ارحمنا واستر امرنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هلا والله صراحة أنت تنقي أماكن غريبة والله العظيم عليك لوكيشنات ما شاء الله شو أخبارك؟ الحمد لله بخير الله سلامك الحمد لله غريب صح؟ شنو؟ لا يا أخي بس خل عن لوكيشن بطل عفوا بسيط أنت إنسان بسيط تعجبني البساطة دي ترى جيت أول شيء جلست بدون شاي بدون قهوة بدون هذه بعدين مر إيمو وخليته يجيب لي شاي وقهوة وتمر بعدين قمت هنا جبت هذه عجبتني الأستاذة ذي وكان في رضاد يجي هنا عرفت يا أخي حلوة يا أخي جلسات الروقان ذي والله لي ساعة تقريبا هنا متكي بقهوة وكتبت حاجات جلست أكتب الحمد لله على الصحة والعافية. اي والله والله. وانا جالس قبل شوي قبل نص ساعة تقريبا. جالس افكر اقول يا اخي سبحان الله يعني مرتاح متعافي قدامي شاي وقهوة. رباب. راحة نفسية ما في أي مشكلة. ماني شايل هم أي حاجة الحمد لله. عرفت؟ سبحان الله. رغم إنه يوم من الأيام ما كنت متخيل إني أكون مرتاح زي كذا. فهمت؟ يعني في مرات تمر في ظروف تقول مستحيل السلام السلام الداخلي أيوه. لا مرات تمر في ظروف تقول انه مستحيل راح ارتاح بعد الظروف دي فهمت؟ يا اخي احسن شيء اصلا صراحه اقول لك صدق صدق يا اخي انك تعيش وما تحسب ذاك الحساب في اي شيء طالما انا باللحظه مرتاح مبسوط على وش أنا ما أقول يعني ما تحسب حساب يعني إنك ما لا أعد لكن لا تهتم لأنه ممكن هذه اللحظة تكون من أجمل اللحظات اللي ما تتابعها إيه لحظة استكنان يا أخي والله أنا مهنيك ترى التفكر لوحدك حلو يعني أقول مش أقلب لا لي قام طالع من هني ماني طالع لا أقول التفكر إنك تجلس تستفرد بنفسك شوي وتفكر تراجع حساباتك تفكر تشوف ايش قدمت ايش اخرت تفكر ايش في شيء بتعدله تفكر يا ترى هل زي اليوم هذا السنه الجايه انا اكون فوق الارض ولا تحت الارض هل اليوم زي هذا السنه الجايه هل أنا وين اكون وايش يصير معاي وايش صار ايش وضعي فهمتني مثلا كذا تفكر يعني التعمق في التفكير يعني صح انه شوي مرات يوسوس بس ترى يخلي شوي سلام داخل فهمت يا اخي حلو انك افكر اني السنه اللي فاتت زي اليوم ده وين كنت اللحظه ذي الساعه ذي وين كنت وش اسوي بالسياره ولا في الشقه ولا في الاستديو ولا جالس اكل ولا جالس اكلم ولا نايم ايش كنت اسوي نفسي عندي شريك والله يا محمود اقول لك الصدق يعني انا عن نفسي مرة اللي راح مرة ما أهتم أحب أنا أفكر وراء يعني عشان تشوف نفسك تغيرت بشنو إيه؟ شنو اللي ما تغير أحب أني أشوف اللحظة دي وين كنت وش كنت أسوي زي كذا بعدين أقول أنا وش سويت زي كذا يعني أحب أربط كذا
عشان اشوف كذا حكمه الله، فهمتني؟ تقصد ان تقلب الحال؟ ايه. قبل 5 سنوات لو جاني احد باذني وقال لي يا محمود انت بعد 5 سنوات راح تكون جالس في لوكيشن وساعة كاملة جالس من حالك وما عندك احد بس في كثير ناس تشوفك ويطب عليك فواز. ايوه يطب عليك فواز. حلو. وانا ما اعرف يعني وين انا وين ايش السالفة ايش ما في مدري. يقول كذا راح سبحان الله زي الرؤية يا اخي. الصدق الرؤية تبشر بالخير. الصدق الصدق ترى. هلا عمري يا قلبي يا اخي حبني لهذا الانسان والله العظيم يا اخي.